أتحدث باسم شبكة شام في حلب وريف يا محمد الهادي. أهلا بك سيد محمد، لو تضعنا في أجواء أو الصورة الميدانية العسكرية في حلب اليوم، وما هي حقيقة استعادة كتائب الأسد لأجزاء واسعة من اللواء 80؟ نعم، يعني في حقيقة شهدت اليوم حلب وريف اشتباكات عنيفة جدا في محاولات متكررة من قوات النظام السيطرة على بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر. نبدا من حي الصخور في حلب، حيث تصدى الجيش الحر لمحاولة تسلل عصابات الأسد إلى هذا الحي المحرر بالتزامن مع قصف من قبل الطيران الحربي والمدفعية استهدف هذا الحي. أما بالنسبة للواء 80، الاشتباكات تجري فيه وبشكل عنيف. حاولت قوات النظام التقدم عبر هذا اللواء الذي يقع بالقرب من المطار حلب الدولي. الاشتباكات استطاعوا صد هذا التقدم من قوات النظام. الأنباء التي تقول أن النظام قد استعاد مناطق واسعة، يعني ربما غير صحيحة، لأن الجيش الحر تصدى لهذه قوات النظام. أيضا في نفس الوقت نفسه قصف الجيش الحر مواقع قوات النظام داخل مطار حلب الدولي يونيرب العسكري بقذائف الهمس إلى حي الأشرفية تحديدا. ستة أشخاص بينهم طفلة وطفل ووقوع جرحى جراء القصف الذي تعرضت له الأحياء الشرقية عموما منها طريق القرب وكرم الطراف. يأتي ذلك بعد الهجمة الشرسة التي تشنها إصارات الأسد على الجنب. نعتذر عن هذا الانقطاع في الصوت. إذن محمد الهادي مراسل شبكة شام في حلب وريفيا، شكرا جزيلا لك.